بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في درجة بعنوان الغاوس دايفيرجنس ثيوريم. غاوس دايفيرجنس ثيوريم هو استكمال للدرس السابق، لكن إيش الفرق بينه وبين الدرس السابق؟ الدرس السابق كنا نكامل أسطح سيرفس، لكن الأسطح هذه تكون نتسولد، ما تكون مغلقة، تكون مفتوحة. أوكي، فالفرق الرئيسي بين الدرس هذا والدرس السابق إنه ويكون تكامل. شوفوا، نرجع للدرس السابق، لاحظوا انا ايش اسوي بالذات في 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 غاوس اللي هو في اكزامبل 5، وهو 5 و6 كان 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 نظريه هي باستخدام نظريه غاوس او نظريه اسمها الفلكس، هذه هي صح. كنا نحاول نكامل السطح حيث نحول الى دبل انتجرال، صح؟ حتى ترجعوا شوفوا هنا، احاول التكامل للدبل انتجريشن عشان اسهل لي الحل. الان ايش الفكره غاوس جاء، عالم اسمه غاوس، قال لك اوكي ماذا لو كان، وين راح الدرس، يقول ماذا لو كان عندي، اوكي لو كان عندي سطح، اوكي هذا السطح سوليد، من يوم معناته سوليد معنا كانه مقفل هذا الشيء، يعني هذا السطح رفعته على محور زد، لاحظوا معي رفعته على محور زد لكنه مغلق، زي كان اقول لك محاط بايش، بباوندين او بريجون. فجاء خوينا غاوس قال لك مو مشكله، انا ممكن لو ابغى احسب الفلكس، لاحظوا معي، لو بحسب الفلكس على هذا السطح الكلوزد، في قانون عندي يقول لي احول التكامل هذا من سيرفس انتجرالز الى تريبل انتجرال، وجوه التكامل يكون دايفيرجنس للفيكتور فيلد على هذا السطح، ويصير دي فوليوم. اوكي، فبكل اختصار جاء قال النظريه كالتالي، لو أنا عندي لاحظوا معايا، لو كان عندي فيكتور فيلد، هذا الفيكتور فيلد فيلو مركبة في اتجاه الآي، مركبة في اتجاه الجي، مركبة في اتجاه الكي، أوكي، وهذا الفيكتور فيلد على سوليد معناتها سطح مصمت، كأنه سطح مقفل، وله باوندري، محاطة باوندري سيت، فهنا نقدر نحسب السرفس انتجرال هذا ونحول الى تريبل انتجرالز عن طريق ايجاد الدايفيرجن للفيكتور فيلد المعطى. بمعنى اخر يقول لك الفلكس على الفيكتور فيلد اف معادلته تكون معطاه لك في السؤال، ومحاط بباوندري في كلوز ريجون. ركز معي هنا الفرق، لما نحسب الفلكس ممكن نحسب الفلكس في الدرس السابق في اكزامبل 5-6 كان على اوبن ريجن، ما كان في كلمه كلوز ريجن، فهنا اذا كان الريجن كلوزد في 3 سبيس على اكس واي زد راح نحول تريبل انتجرالز، بس هذه الفكره، يعني نفس القانون حق الدبل انتجرال للفيكتور فيلد بكون حسب فلكس، لكن بطريقه اسهل، لانه بمعنى اخر لانه عندي الريجن كلوزد فاحسب الدايفيرجن له، بس هذا القانون. طيب ايش مفكوكه يا مصعب؟ باختصار شيء مفكوكه، هذا شوفوا بارسل ام على بارسل اكس بلس بارسل ام على بارسل واي بلس بارسل بي على بارسل، طبعا هو يديك معادله، المعادله فيها شوفوا مركبه على اتجاه الاي، مركبه على اتجاه الجي، مركبه على اتجاه الكي. اخذ المعادله واشتقها بالنسبه للاكس زائد اخذ المعادله الثانيه اشتقها بالنسبه للجي زائد الواي، يعني زائد اخذ المعادله الثالثه اشتقها بالنسبه للزد، بس واكامل تريبل انتجرالز. يعني يمكن يكون لو كان عندي بولر فورم يكون R DZ DR DTheta، يكون مثلا عندي DZ DX DY حسب السؤال. أوكي، إذن هذا هو القانون. كيف أعرف أنه حيطلب مني غاوس، أو أعرف كيف أنه غاوس يجيك في السؤال يقول لك كلمة سوليد، إيش القانون تبعه هذا؟ حلو. طيب تعالوا ناخذ اكزامبل 1، وزي كانه اثبات، زي كانه اثبات. احنا نعرف انه
حجم السفير الفوليوم تبعه يعطيك 4 على 3 باي ار تكعيب او اي تكعيب. اوكي، فهنا بيقول لي فري فاي جاوس ثيوري، يقول لك اثبت لي نظريه جاوس اعطاك الفيكتور فيلد. لاحظوا حاجه في اتجاه الاي، حاجه في اتجاه الواي او جي، حاجه في اتجاه الكي، واعطاك الست المحاطه المحيطه ب الفيكتور فيلد. هذه معادلته اكس تربيع زائد واي تربيع زائد جي تربيع قيمه يساوي تربيع. هذه معادله السفير بطريقتين. الطريقه الاولى عن طريق قانون الفلكس اللي اخذناه في الدرس السابق. الطريقه الثانيه باستخدام الدايفيرجن اللي باستخدام الجاوس. دايفيرجن فيكتور فيلد هذه طريقه جاوس، يعني تربي الانتجرالز. اما الطريقه السابقه اللي هي الدبل انتجريشن، هذا يكون فلكس باستخدام المثال او القانون السابق. واضح؟ طيب باول حاجه نقول نبدا بسم الله، نجي بالنظريه السابقه اللي في اكزامبل 5 و6 في الدرس السابق. حاجه اقول لك احتاج اني اجيب المتجه اللي هو ان، هو متجه عمودي على ايش؟ على الفيكتور فيلد. هذا هو عباره عن، لاحظوا معادلته اكس اي بلس واي جي بلس زد كي. حلو؟ طيب أنا إيش أسوي؟ القانون حقه لو تتذكروا عبارة عن إيش؟ شوفوا القانون حقه كان عبارة، نرجع لي ورا وما يحتاج ما يحتاج. شوفوا هنا، شوفوا هنا الفكرة إيش؟ أنا جبت الـ N، هذه معادلة الـ N. حلو؟ لو أنا جيت، ركز معي، لو أنا جيت وضربتها في الـ F هذه ايش حيصير؟ حيصير معايا اضرب الاي مع الاي دوت، ضرب دوت، ها اي مع اي جي مع جي، اوكي معك. اضرب اكس في اكس تربيع، شوفوا واي مع واي، واي تربيع زد مع زد، صار زد تربيع على ايه يساوي ايه. ما عليكم الكلام ده كله، في النهايه في النهايه الاثبات صار وصل انه ايش عندنا. لو بحسب بالطريقه السابقه حيكون عندي الجواب 4 باي اي تكعيب. اثبات ما هو مهم ولا حيجي زيه في الاختبار. اوكي، اللي حيجي في الاختبار من اكزامبل 2 فقره بي. شوفوا فقره بي، هو الان انا كيف عرفت انه هو سفير؟ معادله السفير تكون كالتالي، شوفوا اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير ايكوال اي سكوير. فهي هنا حتى لو كانت اقل من او يساوي، فانا اكون عارف الفوليوم حجم السفير 4 على 3 باي اي تكعيب. اوكي، طيب هنا جبت ايش؟ جبت اثبت نظرية جاوس بالطريقة السابقة. اعيد واكرر مش مهم. نجي الان لي فقرة بي باستخدام، ركزوا معايا، باستخدام نظرية جاوس. نظرية جاوس تقول كالتالي، اجيب بارشل ام، حيث ان لاحظوا معايا الا مع اي هذه ام، ولا مع جي هذه ان، ولا مع كي هذه بي. فبكل بساطة جاوس يقول لك عشان تجيب تحسب الفلكس على سيرفس دبل، حيكون دبل انتجريشن، حيكون كالتالي او تريبل انتجريشن. اوكي، كالتالي اجيب بارشل ام على بارشل اكس، يعني اجي في المعادله هذه، لاحظوا معايا وينها هذه، شوفوا اشتق الداله بالنسبه للاكس، عندي اشتقاق اكس بواحد فيكون واحد، بعدين اروح اجيب بارشل ان بارشل واي، فين الان؟ هذه اشتقها بالنسبه للواي، اشتقاق الواي بواحد فيعطيني واحد، بعدين بارشل زد على بار او سوري بارشل بي، لاحظوا بارشل بي على بارشل زد. اروح يعني هنا شوفوا، اجي في المعادله هذه، هو قانون واضح، شوفوا يا جماعه الخير، فاجي هنا في المعادله حقت البي واشتقها بالنسبة للزد، يكون عندي هنا الزد بواحد. لما نجمع تطبيق القانون، شوف القانون فوق، اجي اجمع عادي، خلاص طلع معايا واحد زائدا واحد زائدا واحد، فصار عندي اوكي التريبل انتجرال لي الدايفيرجن للفيكتور فيلد هذا، اوكي للدي في، او بمعنى اخر الدايفيرجن ده طلع قيمته 3. اوكي، فجأة اقول لك كان اذا بما انه الدايفرجن اف طلع يساوي 3 وهو اساسا معادل السفير، فانا كاني بوجه الحجم،
بكل بساطة أجي أقول لك أضرب ثلاثة في، لاحظوا معايا، في قانون الحجم تبع السفير، أربعة على ثلاثة باي إيتكعي، تروح على ثلاثة مع ثلاثة والجواب يساوي أربعة باي إيتكعي، واضح؟ هذا مجرد إثبات، الإثبات هذا ما يهمنا. الآن نجي لـ example 2. example 2 بيقول لي هذا مهم، compute the flux of the vector field، جيب لي الفلكس على الفيكتور فيل، المعادلات معطاة بالعلاقة التالية هذه: across the surface of the rectangular solid، نحط خط على كلمة solid، من يوم ما يقول لي solid راح استخدم جاوس، من يوم ما يقول لي solid راح استخدم جاوس، يعني أجيب التكامل triple integral. طيب هو بيقول لك بطريقتين، إذا ما فرض عليك طريقة حلها بطريقة جاوس. شوفوا كيف الطريقة العادية اللي أخذناها في الدرس السابق، حلو، الا احول الدبل انتجرالز واضربه في النورمال فورس وما لدى كل نورمال فيكتور فورس، وشوف الطريقه حقتها اليوم. طيب شوف الطريقه، قال لك واعطاك تمام السوليد هذا محاط ب اكس من 0 ل 1 والواي من 0 ل 2 والزد من 0 ل 3. طيب بطريقتين، دايركت ميثود، دايركت ميثود الدرس السابق، اوكي، وبطريقه جاوس ثيوري، اوكي، بطريقتين. طيب الطريقه الدايركت اللي اخذناها في الدرس السابق من مش اكزامبل 5 6، من اكزامبل 1 الى 4، فايش بيقول لك؟ عشان نحسب هذه الفقره، يعني عشان نحسب هذا حيكون دبل انتجريشن، نرجع للدرس السابق ونستخدم دبل انتجريشن، راح نحسب التكامل على 6 وجوه في هذا المستطيل. لاحظوا انا عندي كم مستطيل، كم وجه المستطيل؟ 1 2 3 4 5 وفي واحد ناقص 6. وأشوفه أنا ولاحظ إن عندي نقاط كل مستطيل، فأحتاج في كل، لاحظوا معاي هنا، من هنا شوفوا، من هنا هذا على X، على X شوفوا معايا، على X مو هي على X تكون معاها I والY تكون معاها J والZ تكون معاها K. طيب دائما أبدأ من اليسار لليمين، اليسار حد السفلي، حد السفلي يكون سالب، والحد الأعلى يمين موجب، فالإكس معايا فيكون عندي سالباً I، هنا إيش؟ موجب I، هنا سالباً J، وهنا موجب J، وهنا سالباً K، وهنا إيش؟ موجب K، حلو؟ طيب هذه هي الN، هذه هي الN، هذه الN كل واحدة. طيب أجي بكل بساطة، لاحظوا معايا، أحتاج أجيب الF والN. فاجي كمثال اجي اقول لك ات، خلينا نحل واحد مثلا نكمل الباقي، ات اكس ايكوال زيرو، هنا نمسك كل واحده، هذه معناتها ايش؟ معناتها لاحظوا معايا، معناتها انه الان تساوي سالبا اي، ركزوا معايا، هذا يؤدي الى ان لو اضرب الاف دوت ان تساوي، فين الاف؟ الاف هذه معادلته، طبعا هذه اف اي وهذه اف جي هذه اف كي، فانا اضرب الدوت مع الاي، يعني ما اضرب مع، انا الان انا عندي لسه واقف على ايش؟ الان سالب اي، فاخذ المعادله هذه، لاحظوا معي اللي هي اكس تربيع واي تربيع اي، اضرب ضرب عادي الدوت، الدوت خلاص الاي تروح مع الاي، حيصير عندي يساوي الضرب هذا، يصير عندكم سالب الاكس تربيع واي تربيع، انا عندي الاكس كم تساوي؟ اكس تساوي صفر، من عوضنا بالصفر يطلع معايا الجواب صفر، اوكي، شوفوا ها هنا عندي طلع الجواب بالصفر. طيب تعالوا ناخذ الاكس تساوي واحد بنفس الطريقه، يلا شوفوا، اجي اقول لكم آت، أحسب على كل 6 وجوه، آت إكس إيكوال زيرو، حيكون عندكم أو إكس إيكوال واحد، سوري هنا شوفوا، حيكون عندك الـ N إيكوال I، طبق الـ F دوت برودكت مع الـ N، حيكون عندك الـ F وين إلا مع I، فين إلا معايا في السؤال هذا؟ إكس تربيع Y، عندك I صح تنضرب معاي يروح مع بعض خلاص. طيب الان اجي اعوض، لاحظوا معايا، اعوض على الاكس بواحد هنا، فيصير عندك يساوي واحد تربيع في واحد في واي، يعطيك الجواب واي، حلو، شوفوا الان خطوه اللي بعدها، لاحظوا معايا، انا جبت الان اف دوت ان، انا بكامل
فأقول لك دبل انتجريشن. لاحظوا معايا. طيب حيكون عندي ايش؟ لاحظوا حيكون عندي معايا واي. طب هنا حيكون ايش؟ دي واي ديكس ولا ديكس دي واي؟ الان انت اخترت ايش؟ انت لسه ماشي واقف عليك صح؟ طيب ايش ناقصك؟ ناقصك واي وزد صح؟ فتقول اذا التكامل حيكون عندك هنا بالنسبه للدي واي باي دي زد. طيب يعني التكامل الداخلي واي والتكامل الخارجي زد. اجي في السؤال، حدود الواي من وين لوين؟ من صفر الى اثنين. درس زد من وين لوين؟ من صفر الى ثلاثة. وكامل صار تكامل عارج. ده كامل بالنسبة لي الواي صار عندكم واي اس اثنين على اثنين، حدود التكامل عندك من صفر الى اثنين دي زد، والتكامل الخارجي من صفر الى ثلاثة. لما نعوض بالحد العلوي صار عندكم كم؟ اثنين اس اثنين، لاحظوا معاي اربعة على اثنين، صار عندك هنا يساوي التكامل من صفر الى ثلاثة أربعة دي زد. أوكي؟ اثنين أس اثنين أربعة على اثنين. دقيقة بس، لما عوضت هنا اثنين أس اثنين أربعة، أربعة اثنين في اثنين لا تنسوا دي زد. أنا عوض أنا كامل اسم الزد صار لك اثنين زد، حلو التكامل عندك من صفر إلى ثلاثة، نعوض بالزد صار لك الجواب كم؟ اثنين في ثلاثة الجواب ستة، طلع الجواب ستة. واضح؟ بنفس الطريقة آخذ مثلا، لاحظوا معي آخذ الأوجه الثانية، خلصت من الإكس أجي للواي، هذه سالبا جي وهذه جي، حلو. فأجي أقول لك آت واي إيكو، خلينا ناخذ اللي فوق، آت واي إيكوال تو، حيكون عندك الإن إيكوال جي، ومنها الإف دوت إن. أنا الجي صح أروح المعادلة أختار اللي مع الجي ده، هو اللي أضرب معادلة فردك، صار عندك اثنين، لاحظوا معايا اثنين إكس زد، مركزين هنا هنا هذه، تروح الجي مع الجي طبعا اثنين إكس زد، أعوض عن في، هل في واي هنا؟ لاحظوا معايا هل في واي؟ ما في صح؟ خليها كذا، خليها كذا. وتيجي الآن تاخذ، لاحظ معي تاخذ المعادلة دي، هتقول اوكي دبل انتجريشن اثنين اكس زد. لاحظوا معي انا الآن انا واي صح؟ طيب ايش ال ايش الباقي ناقصني؟ اكس، لاحظوا معي اكس وزد، لو عندي التكامل عندي دي زد دي اكس او دي اكس دي اكس زد، كله صح اللي يعجبك في النهاية، كله صح دي اكس دي زد. حدود التكامل عندي بالنسبة من وين لوين؟ لاحظوا في السؤال هنا من صفر إلى واحد، حدود التكامل بالنسبة لزد عندي من وين لوين؟ من صفر إلى ثلاثة. يلا أكامل، أكامل بالنسبة للإكس حيكون عندكم هذا الزد كونست مع الاثنين صار لك يساوي التكامل من صفر إلى ثلاثة اثنين إكس أس اثنين على اثنين زد، حدود التكامل عندك من صفر إلى واحد دي زد. طبعا تروح الاثنين مع الاثنين، اعوض اعوض عن كل عن كل اكس ب واحد، صار عندك الجواب يساوي تكامل من صفر الى ثلاثة واحد تربع بواحد يعني في زد دي زد. اوكي اكامل بالنسبة لزد كذا صار عندك زد قص اثنين على اثنين صحيح. هو اساسا في اشوف هنا في السؤال، ايوه زد قص اثنين على اثنين حلو. اعوض الان بالحد العلوي صار عندكم 3 تربيع 9 9 على 2، هذا هو الجواب شايفين. بنفس الطريقه اخذ الوجه الثاني، شوفوا كيف الحل طويل بدون استخدام نظريه جاوس. اخذ الوجه الثالث اللي هو عند الواي تساوي كم؟ صفر. حل سفلي يكون ماينس جي، يكون الان ايكوال ماينس جي حلو. اجي اقول لك اذا اف اف دوت ان تساوي، حيكون طبعا في سالب نفس هذا المقدار، وينه؟ سالبا اثنين اكس زد، سالبا اثنين اكس زد. اجي كامل دبل انتجريشن، برضو حيكون عندي تكامل بالنسبة لايش؟ دي اكس دي زد او دي زد دي اكس، كله صح لي سالبا اثنين اكس زد
ده التكامل عندي بالنسبة لـ X من 0 إلى 1 هنا من 0 إلى 3، حطلع نفس الجواب اللي فوق بس سالب ثالث، نجرب واضح؟ بنفس الطريقة أجي آخذ وجوه الزد، زد إيكوال 3، زد إيكوال، لاحظوا معايا، خلينا ناخذ الزد إيكوال 3، زد إيكوال 3، طيب أنا أخذت الحد السفلي والحد العلوي، حد العلوي لاحظوا الحد العلوي هنا شوف السفلي سالب كي، العلوي موجب كي، إذا حيكون الـ N تساوي ك. إذن لما نجي أضرب F دوت N طبعا الكي تروح مع الكي خلاص هنا حيصير معايا لاحظوا معايا Y زد تكعيب صح؟ Y زد تكعيب طيب قيمة الزد كم؟ 3 3 أس 3 3 تكعيب فيها كم؟ 27 فصل عندكم يساوي 27 Y أخذ دا وأكامله فأقول لك كده دبل انتجريشن 27 واي انا عندي زد اذا التكامل حيكون بين الاكس والواي حيكون عندي دي اكس دي واي هذول التكامل بالنسبه للاكس من صفر انا موجوده في السؤال لاحظوا من صفر الى واحد والواي من صفر الى اثنين لما اجيها كامل لاحظوا معايا المره الاولى فكان بالنسبه للاكس يعني كله هذا ثابت عندكم 27 واي اكس هذول التكامل عندكم من صفر الى واحد دي واي هنا لسه التكامل الخارجي ما كملته لما نجي اعوض حطلع معاكم هنا عن كل اكس بي واحد عندك يساوي 27 واي دول التكامل عندكم من صفر الى اثنين دي واي اكامل بالنسبه للواي التكامل عادي 27 واي اس اثنين على اثنين دول التكامل عندكم من صفر الى اثنين حلو خلاص انتهت المسألة لما تجي تعوضوا بالحد العلوي حلو يلا عوضوا حيكون عندكم 27 واي شوفوا يلا انا اعوض معكم 27 ضرب 2 اس 4 2 اس 2 سوري على 2 حط معكم الجواب يساوي 54 حلو شوفوا طبعا لو تجي تكامل لاحظ معي لو تجي تكامل بالنسبه في الزده الثانيه شوفوا هنا صفر يعني شوفوا اي 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 فيس ال ال الاكس حقته بصفر او الواي حقته بصفر او الزد حقته بصفر حيطلع معك محل استكامل يطلع صفر وصفر ليش؟ لا مو اي 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 فيس هو مو شرط مو شرط فاهمين؟ لو كان عندك شوفوا هنا مثلا لو تاخذ المعادله هذه شوفوا هنا هذه المعادله فيها اكس صح؟ هذه المعادله فيها ما فيها واي صح؟ هذه المعادلة فيها زد هذه المعادلة فيها اكس طيب هنا لما تاخذ الاكس بصفر وهنا الزد بصفر لما تيجي تعوض هنا حيطير هذا صح؟ وحيطير ده فبس انك تعوض بالاكس الفيس الاول اكس يساوي واحد وزد يكول ثلاثة اما بالنسبة للواي لانه هنا اساس لما تيجي تعوض ما في واي فحتعوض فتعوض سواء واي بصفر واي حيطلع معاك قيمة فاهمين؟ اخر تجي تجمع التكامل التكاملات دي كلها هذا زائد ذا زائد ذا زائد ذا زائد ذا زائد اعيد خطوات حلي كالتالي انا معطيني حدود التكامل وقال لي حلها بالطريقه العاديه يعني انا امسك كل بحسب ايش؟ بحسب التكامل على كل الوجوه السته انا عندي ست وجوه للمكعب او المستطيل فبكل بساطه اجي اقول لك اوكي اكس تساوي صفر اكس تساوي واحد من وين جابها من هنا وواي تساوي صفر y تساوي 2 z تساوي 0 z تساوي 3 حلو لاحظوا معايا دائما الحد احنا قلنا x معها i والy معها j والz معها k طيب الحد السفلي دائما يكون بالسالب هنا سالب هنا سالب هنا سالب الحد العلوي يكون موجب طبعا x قلنا معها i فيكون هنا سالبا i هنا i هنا سالبا j هنا ج وهنا سالبا ك هنا ك هذه كلها ان فانت تروح تجيب الان هنا يساوي لاحظوا معايا سالب اي هنا الان تساوي اي هنا الان تساوي سالب ج وهنا الان تساوي ج وهنا الان تساوي سالب ك وهنا الان تساوي ك طبعا لاحظوا هنا التكامل هنا حيكون كله دبل انتجرال
هنا لاحظوا معايا، بما انه عندك هنا اكس، حيكون التعامل التكامل بين ايش؟ بين ايش؟ بين الواي والزد، يعني حيكون عندك التكامل دي واي دي زد، او دي زد دي واي كله صح. هنا بما انه هنا واي حيكون التكامل بين الاكس والزد، هنا زد حيكون التكامل بين ايش؟ بين الاكس والواي. حلو، حدود التكامل موضوع موجوده هنا في السؤال. طيب بعدين الخطوه اللي بعدها هنا تيجي تضرب اف في الان. طبعا اف ايد وحده الف الاولى، لانه هنا اكس هذه، وتعوض بقيمه الاكس، وعند تعوض في التكامل نفس الشيء. هنا اضرب اف دوت ان، هنا برضو اف دوت ان، معنا كامل مرتين. حلو، بيطلع معايا الجواب بعد ما اجمع كل هذه حطلع 60. حلو، هذه الطريقه الاولى، الطريقه الطويله. الطريقه الثانيه جدا سهله، بس لاحظوا معي كيف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كالتالي، شوفوا، استخدم قاوس. قاوس بكل بساطه يقول لك بدل ما تسوي الكلام الكثير ده والطويل، تعال هنا شوف فين الفيكتور، الفيكتور فيلد فين؟ يقول لك الفيكتور فيلد اين هو في السؤال؟ هذا الفيكتور فيلد، شوفوا معايا حاط عليه الدائره، هذا هو الفيكتور فيلد. طبعا هذه الاولى هي ام، ولا مع الجي هي اسميها ان، الا مع الكي اسميها بي. بكل بساطه اجي اقول لك بارشل ام على بارشل اكس، يعني اروح للام اشتقها بالنسبه للاكس. هنا لما نجي هنا اشتق هذه بالنسبه للاكس، يصير الواي كونستنت صار لك يساوي 2 اكس، صح؟ حلو، والواي كونستنت يعني 2 اكس واي. لما نجي في الثانيه بارشل ان على بارشل واي، انا اشتق بالنسبه للواي والباي كونستنت. السؤال في واي هنا ما في، اذا كل الشقاق هذا بصفر، صح؟ يصير صفر. اجي في الثالثه بارشل بي على بارشل زد، انا اشتق بالنسبه لزد ما عدا كونستنت. اجي هنا لاحظوا وين هنا في الثالثه، هل في زد؟ نعم، زد تكعيب شقاقها بثلاثه، زد تربيع وانضرب في الواي، صح؟ يصير عندك يساوي ثلاثه واي زد تربيع. انتهت المسألة خلاص. تيجي حتقول لك حيكون هنا تريبل انتجرال، حيكون عندك دي زد دي واي دي اكس، حتى لو بدلت حدود التكامل عادي تاخذ ده كله وتحطه جوا التكامل. هنا خلينا نوضح اكثر، تريبل انتجرال واحد اثنين ثلاثة، ذا زائد ذا زائد ذا، يعني اثنين اكس واي زائد ثلاثة واي زد تربيع دي زد دي واي دي اكس. التكامل الداخل بالنسبه للزد، تكامل خارج بالنسبه للواي، تكامل اللي بعده بالنسبه للدي اكس. هنا حلول التكامل شوفوا واضحه اهو، احطها يلا شوفوا من صفر لثلاثه، واحط هنا شوفوا خلاص خلاص تكامل عادي. انا اتوقع اكثر من كذا ما اقدر اوضحها. اكامل بالنسبه للزد، يعني هنا حيكون التكامل ده 2 اكس واي زد، هذا حيكون تكامله ثلاثة واي زد أس ثلاثة على ثلاثة، تروح هذه مع هذه، عوض عن كل زد بثلاثة. حلو، بعدين لما نخلص التكامل شوف طلع معاي هنا كذا، أي كامل بالنسبة للواي، هنا حيصير التكامل ده ستة اكس واي أس اثنين على اثنين، زايدا هنا 27 واي أس 2 على 2. طبعا هذه تروح معي يصير عندك كم يساوي؟ 1 على 3 أو 6، سوري 6 على 2 كم فيها؟ 3، صح؟ عندك 3 إكس أوكي واي تربيع زايدا 27 على 2 واي تربيع، عوض بحلول التكامل. طبعا أحوض بال 2 بعدين حطلع معايا هذا الجواب. أجي آخر شيء أكامل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للإكس، حيكون عندي يصير التكامل 12 إكس أس 2 على 2، 12 إكس أس 2 على 2، هذه معادلة حصل 12 على 2 كم فيها؟ يصير 6 إكس تربيع، زائد أنت تكامل 54 يعطيك 54 إكس، أعوض بين صفر إلى 1، طلع معايا الجواب نفس الموجود عندكم في السؤال، واضح؟ بس صار تكامل جدا عادي، حطلع جواب 60، شايفين كيف الحل جدا بسيط؟ بدل ما أكامل 6 مرات. طيب، إكزامبل 3 بنفس الفكرة، يقول لي أنا عندي
سوليد. من يوم ما تشوف كلمة سوليد معناتها استخدم جاوس. أعطاك السوليد ده هو سلندر محاط بالمعادلة إكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 4 والزد تساوي 0 والزد تساوي 3. وأعطاك الفيكتور فيلد معادلته هذه. هذا على طول اللي مع I هي M، اللي مع الـ J هي N، واللي مع الـ K هي P. أوكي؟ تبغى الفلكس؟ خلاص، بما أنه سوليد أستخدم القوس أسهل لي. فأقول لك partial M by partial X، يعني أروح للمعادلة الـ M أشتقها بالنسبة لـ X. هنا في هنا فقط X فأشتق هنا 3 X تربيع. بعدين partial N باي بارشل واي يساوي، اجي في المعادله الثانيه اشتق بالنسبه ايش لي الواي. اوكي، هنا هذه المعادله حيكون عندك 3 واي تربيع. اجي اللي بعدها بارشل بي بار بارشل زد، عندك هنا اجي المعادله دي اشتق بالنسبه لي في عندك 3 فقط، لان الحد الثاني ما في له زد. حلو، الآن نجي طبق العلاقة. يقول تريبل انتجريشن 3 اكس تربيع زائدا 3 واي تربيع زائدا 3. طيب لاحظوا معي، الآن ما أنا لسه ما أعرف هل هي حكون دي اكس دي واي دي زول ار ولا ار دي زد دي ار دي ثيتا. لاحظوا معي، أنا ممكن أقول لك هذا يساوي التالي تريبل انتجرال، ممكن اخذ ايش؟ اخذ الثلاثة عامل مشترك، فصار عندي 3 هنا بيجي عندي من الحد الاول اكس تربيع زائد من الحد الثاني واي تربيع زائد، اخذت 3 هنا بيجي 1. طيب مو دام عندي اكس تربيع زائد واي تربيع، مو اقدر اخليها ار تربيع، حوالي بولر او حوالي للسلندريكال، فيكون عندي حيكون بين الثلاثة كمان حيكون لكم ار دي زد دي R دي ثيتا، وهذا X تربيع زائد Y تربيع يحول لR تربيع، صح؟ يصير عندكم R تربيع زائدا 1. حلو؟ طيب حلو التكامل، تعالوا الزد معطيني إياه في السؤال الجاهز، الزد إيكوال 0 زد إيكوال 3، فأقول لك من 0 إلى 3. طيب الR تعالوا هنا، الآر لاحظوا معايا، لو نجي في المعادلة خلينا نمسح هذه، لاحظوا معايا نعطيك من هذا من الباوند السلندريكال اللي هي اكس تربيع زائدا واي تربيع تساوي 4، فكان هذه الدائرة نصف قطرها. إذا كان لاحظوا معايا، شوفوا إذا كان هذا آر تربيع، طيب الآر كم تساوي؟ 2، صح؟ فإذا أقول لك حدود الـ R من 0 إلى 2، والثيتا دام إنه هو أساساً لحظة هو سلندريكال وفي 3 دايمنشن حيترفع لفوق، فيكون دائرة ثيتا حتكون من 0، امسح هذه، من 0 إلى 2 باي، واضح؟ أوكي؟ خلاص صار تكامل عادي جداً. أول شيء كامل بالنسبة للزد، لاحظوا معي أنا ممكن أخرج التراد هذا كونستانت، صار عندي هنا يساوي 3 تكامل من 0 إلى 2 باي تكامل من 0 إلى 2، أكامل بالنسبة لإيش؟ للزد، يعني هذا كله لاحظوا معي هذا كله كونستانت، صار عندك هنا زد في آر تربيع زائدا 1، نغير لون عشان يظهر لكم. زائدا 1 R حول التكامل عندي بالنسبة للزد من وين لوين؟ من 0 إلى 3، حيكون عندك هنا D R D ثيتا، عوض عن كل زد بثلاثة، فصار عندك يساوي التالي، شوفوا 3 التكامل من 0 إلى 2 باي تكامل من 0 إلى 2، لما نعوض بالحد العلوي طبعا الحد السفلي صفر، صار عندك 3 في ذا المقدار، صح؟ هنا صرت 3 واطلعه برا التكامل كونستر صرت 9، صح؟ خلاص فاكتب هنا 9 بقي عندي ايش؟ بقي هذا التكامل هو ار تربيع زائدا 1 ار دي ار
دي ثيتا. حلو، ادخل الار هذه هنا، بس عندك يساوي التكامل ده على الشكل التالي. شوفه 9 برا، تكامل من 0 الى 2 باي، تكامل من 0 الى 2، ار تربيع في ار يعطيك ار اس 3، زائد ار في 1 يعطينا زائد ار دي ار دي ثيتا. الان اعوض كامل بالنسبه للار، يساوي هنا 9 من 0 الى 2 باي من 0، خلاص ما احتاج انا بكامل، خلاص ار اس 3 تكامل عباره عن ار اس 4 على 4 زائد ار اس 2 على 2، كذا التكامل عندك من 0 الى 2 دي ثيتا. لما اجي اعوض هنا تعوض مباشر، لاحظوا معي عندك يساوي 9 من 0 الى 2 باي، 2 اس 4 16، هنا بعوض 16 على 4 كم فيها؟ 4 زائد 2 اس 2 4، 4 على 2 كم فيها؟ 2. حلو؟ دي ثيتا. 4 زائد 2 كم فيها؟ 6، 6 في 9 كم فيها؟ 54، لكن تكامل 54 من 0 إلى 2 باي، أنا جمعت هذا وضربته في 9، كل كونسترات برا، أكون عندك هنا دي ثيتا. أكمل التكامل هنا 1 للثيتا يعطينا ثيتا، يصير لك 54 ثيتا، دول التكامل عندك من 0 إلى 2 باي، وأضرب 2 في 54 حيطلع كم معاكم الجواب؟ 108 باي، هذا هو الجواب، واضح؟ شوفوا بس. طيب السؤال الأخير بيقول لك افترض أن عندي S هي سوليد، من يوم ما نسمع كلمة سوليد معناتها هذه إيش؟ جاوس. وأعطاك المعادلة، شوفوا من يوم ما تشوفوا X تربيع زائدا Y تربيع زائدا Z تربيع، هذه سفير، أوكي؟ ومعادلة الفوليوم تبعها عبارة عن نطلع فوق أذكركم بيها، 4 باي اي تكعيب على 3. نجي هنا فأقول لك معادلات عبارة عن 4 على 3 باي اي تكعيب، حط في بالك هذا الشيء. طيب قال لك أعطاك الفيكتور فيلد كالتالي، ولاحظوا انه هذا السفير عنده محاط من هذه الجهه واحد من هذه الاربعه، يعني هذه لاحظوا معي، خلينا نجهز المساله. اذا كانت هذه اي تربيع تساوي واحد، الايش تساوي جذر الواحد بواحد، هنا اذا كانت الاي تربيع تساوي اربعة لو اخذ جذر تربيع طرفين الاي تساوي اثنين، طب تاخذ الموجب انت دائما، يعني خاص بالكامل اسم السطوح وزي كذا. طيب تيجي تقول الان التالي، قال لي جيب لي ال 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 الفلكس، دام سوليد على طول، دام ما قيدك روح لي جاوس. جاوس يقول لك بكل بساطة أجي في المعادلة، لاحظ المعادلة وين المعادلة معطيني إياها، هذه الفيكتور فيلد، هذا الجزء M وهذا الجزء N وهذا الجزء P. لاحظ يا جماعة الخير بسوي أنا هنا، فجأة أقول لك أجيب بارشل M أي بارشل X يساوي، أجي في معادلة M أشتق الـ X فيطلع عندي بواحد، أجي في المعادلة الثانية هنا بارشل N بارشل Y أشتق الـ Y فقط ومع أعداد كونستنت، هنا في عندي 2 Y شقاقة باثنين والباقي بصفر، أجي في الثالثة الـ P بارشل P على بارشل Z، اجي في في الحد الثالث هو الكي اشتق بالنسبه للزد فيطلع عندك واحد فقط. انا حيكون عندي التكامل كالتالي، شوفوا حيكون عندي تريبل انتجريشن، اجمع واحد زائدا اثنين زائدا واحد، صح؟ حيكون كم هنا يصير عندي الجواب هنا، هذا يصير كم يساوي تريبل انتجريشن أربعة، لاحظوا معايا أربعة في الدي فوليوم. طيب هو سفير صح، ما أحتاج إني كمان أحول ولا أي حاجة، خلاص
إذا الصفر حيكون عندي لاحظوا معايا معادلة التالي يكون 4 مضروبة في 4 على 3 باي A تكعيب. حدود التكامل عندي يكون عندي من وين؟ من هذه A تساوي كم؟ لاحظوا هنا أنا أمسح هذه أوريكم A هذه 1 وهذه الـ A 2 بس. حدود التكامل عندك من 1 إلى 2 أعوض إيش؟ مكان الـ A. لاحظوا معايا فصار عندي الجواب ذاكر يساوي 4 مضروبة في 4 على 3 باي 2 أس 3 ناقص 4 على 3 باي 1 تكعيب. حلو؟ أبسط حط له معايا الجواب 112 باي على 3 واضح؟ وين سوى هذا 4 تنضرب جوا التكامل واضح يا جماعة الخير؟ انتهينا من هذا الدرس بالتوفيق.